يسعد لي اوقاتكم متابعيني. اليوم معنا طريقه كريم كراميلي، اكله طيبه ولذيذه وسهله بسهوله، بتصير بالبيت. معنا 3 كاسات حليب ومعلقه فنجان حليب نيدو وعلبه قشطه وثلاث ظروف كريم كراميلي، ومعنا 3 معالق مي وثلاث معالق سكر. بدنا نساوي الكريمه اللي بنحطها السكر المحروق. نساوي الطريقة. بدنا نحرق الدون السكر. هذا اللون اللي بدنا اياه العسلي، هذا اللون اللي بدنا اياه، خلص صاروا لون. هلا بدنا نكتهم بالآلة. هيك شايف شو هنا الآلة بالسكر العسل لونه. هلا بدنا نخلط بقى مكونات تبع الكريمة. هاي فنجان الحليب، وعلبة القشطة طبعا، وثلاث ظروف كريم كراميلي. نشفقه ونشفقه على البارد يذوبوا مع بعض. أكلة طيبة ولذيذة وسهلة مو صعبة، أقل من 10 دقائق بتصير هالحلوة. أفراد كتير بتحبها، بتنحط البراد من 6-7 ساعات وبعدين بتطلعوها بتقلبوها بالجاط. هلا بدنا نحطها على البص نحرك، ما بنوقف بقى بالتحريك، بنضل عم نحرك. طبعا 3 كاسات حليب، 3 ظروفين
وفنجان حليب نيدو طبعا بقلبة هاتي وعلبة قشطة هي طرقة المكونات تبعاتها. بنضل عم نحرك لتغلي، بس تغلي بنصبها بالقالة. طريقتها بسيطة كتير كتير بسيطة، ما بتاكل وقت زيادة. كل الصفات تتناسق مع بعض. هي قربتها، بس تغلي بنطفي الغاز ونصبه. الحمد لله على كل حال، نحمد الله ونشكره. بسم الله. تقريبا رح تغلي. شايفين غليت معنا. شي ضيق بس بنحرك بعد الغلي. طبعا وقت تصير بدنا نوصل الغاز، نحن شغلنا على الغاز بقى ما يوصل لهون. ناس وسط رح نطفي ونصبه بالآلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ما شاء الله تبارك الرحمن. نتركها طبعا لتبرد، بس تبرد بنحطها بالثلاجة 7-8 ساعات وبعدين بنقلبها ومنقطعها وبتاكلوا منها صحتين ووافع على قلبكم. أكلة لذيذة وطيبة ما شاء الله تبارك الرحمن. بالعافية يا رب. شايفين شلون طلعت الكريم الكراميلي بعد 8 ساعات بالبراد الثلاجة بالبراد او الثلاجة. هاي هي النتيجة ما شاء الله عليها تبارك الرحمن. شي بشحي وطيبة ولذيذة كتير. لا تنسونا باللايك والاشتراك والدعم بالقناة تبعي. الله يجبر خاطركم ويوفقكم يا رب. صحتين وعافية. بالعافية ارجيكم المنظر شلون احلاها ما شاء الله عليها تبارك الرحمن.
شايفين شلون طالع منظرها؟ كتير كتير حلو ما شاء الله عليها، متماسكه واحلاها. شايفين شلون؟ شي بشحي ما شاء الله تبارك الرحمن.